السلام عليكم. اليوم سندرس الموضوع ما أروع العالم للصف السادس. مرحبا، اسمي جوليان، سررت بلقائكم. مرحبا، اسمي عم محمد، تشرفت بمعرفتكم. يا عم محمد، ما أجمل العالم. صحيح يا جوليان، عجائب كثيرة نجدها. هل أنتم تعرفون النظام الشمسي يتكون من عدة كواكب؟ الكوكب الأول عطارد، الكوكب الثاني الزهرة، والأرض كوكب ثالث في هذا النظام. يعيش الإنسان على الأرض. أيوة، هذه الأرض، وهي تجري حول الشمس، والقمر يجري حولها. سبحان الله، ما أروع العالم!